وحول تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المناقشات مع المستشار الألماني تطرقت إلى الوضع الاقتصادي الصعب الناشئ عن الأزمة الأوكرانية، خاصة على صعيد الطاقة والغذاء في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق بسبب الأزمة. وأكد الرئيس السيسي أن الوضع الحالي يتطلب التحلي بالمسؤولية لإيجاد حلول علمية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرراً. تطرقت مناقشتنا اليوم كذلك إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم، والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها أسواقهما بسبب الأزمة. واتفقنا على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين التحلي بالمسؤولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررا. تناولت مباحثاتنا اليوم كذلك عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمس مباشرة الاستقرار والأمن على امتداد منطقتنا، حيث أكد المستشار شولتز أن مصر انطلاقا من دورها ومسؤولياتها التاريخية في محيطها الإقليمي عازمة على الاستمرار في بذل جهودها الصادقة بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة.